أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قد عدنا والعود أحمد في برنامج دار الشباب الافتراضية بعد غياب طويل، وهذه المرة سنسافر بكم في برنامج نادي الأدب العربي لكي نتحدث بمناسبة اليوم الوطني للكشافة الجزائرية، وسنتحدث اليوم على كتاب من مصطلحاتنا الكشفية للقائد والكاتب صفي الدين سلمي وأيضا الكاتب رفعت محمد السباعي. لما نتحدث على قطاع الشباب والرياضة وعلاقته بالكشافة الجزائرية قبل وضع الاتفاقية التي تنص على نشر النشاطات الكشفية في دور الشباب منذ الأزل ومنذ القديم، كان هناك تعاون بين الكشافة الجزائرية وقطاع الشباب والرياضة لولاية ورقلة، فسعى دائما إلى فتح أبوابه على منخرطي الكشافة الجزائرية، ولازال اليوم كل دور الشباب والمراكز الثقافية تسعى جاهدة لكي تؤتت أو تؤسس للنشاط الكشفي داخل دور الشباب والمراكز الثقافية. إذن دعنا نتحدث على كاتبنا صفي الدين سلمي، وهو من مواليد 1968 لولاية ورقلة الجزائر، وهو خريج المعهد الوطني العالي للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة سنة 1991 برتبة مدرب الشباب أي مربي مختص في الشبيبة، والرتبة الحالية مستشار الشباب. هو منتسب للكشافة الإسلامية الجزائرية بفوج عجاجة الإخلاص حاليا من موسم 1974-1975، وتدرج في الرتب الكشفية من مرحلة الأشبال إلى مرحلة القيادة. ومن 1984 إلى 1986 مساعد قائد وحدة بفوج عجاجة الجنوبية الإخلاص حاليا، وفي سنة أخرى وهي سنة 1988 الدراسة التمهيدية للشارة الخشبية قائد وحدة الدرجة الثانية، ومن 1987 إلى 1988 قائد وحدة بفوج عجاجة الجنوبية الإخلاص حاليا، ومن 88 إلى 90 كان أمينا بلديا للكشاف ببلدية عنبيضة ورقلة، و 1997 مسؤول ولائي مكلف بالبرنامج، ومشارك أيضا في العديد من الأنشطة الكشفية المختلفة على المستوى الولائي والوطني والمغربي، وقد شارك في عديد من الدورات والدراسات التدريبية الكشفية وطنيا وولائيا في مختلف الولايات. إذن هذا الكاتب في سطور. أما عن كتابي من مصطلحاتنا الكشفية، فإن هذا الكتاب في حد ذاته يريد أن يبرز بعض المصطلحات التي يتعامل بها الكشاف مهما كان رتبته، حتى يستطيع التواصل مع كل الكشافين على مستوى العالم وليس المغربي والولائي فقط. سنحاول أن نقرأ لكم بعض المصطلحات الكشفية في قوله مثلا الإطار الرمزي، وهو أحد عناصر الطريقة الكشفية الثمانية، وتدخل تحت لوائه جميع التقاليد الكشفية والرموز والأشكال التي تميز الحركة الكشفية مثل الزي الكشفي وشارات الهواية والكفاية وطرق التخاطب وتقاليد العلم والسمر وغير ذلك من رموز الحركة الكشفية. الرهط هو إحدى المجموعات الصغرى لعشيرة الجوالة الذي يمثل فيها نظام الطلائع، يضم الرهط 8 جوالين على الأكثر ويقوده رائد رهط ومساعده. إذن أدعو كل من أراد أن يتخصص في مجال الكشافة الإسلامية فما عليه
إلا أن يقتني كتاب من مصطلحاتنا الكشفية ويبحر فيه. كان كتابنا هذه المرة في نادي الأدب العربي، تحدثنا على كتاب من مصطلحاتنا الكشفية. سلام.